في ميعاد زفت يا بتيجي في وقت مش مناسب. ايه ده ايه ده؟ طب ما انا كلمتك امبارح يا غاده انت اللي ما ردتيش. معلش ما شفتش التليفون. بعتلك واتساب. اشرف ما فتحتهوش. اه عشان كده البتاعتين الزرق ما نوروش. انا كده فهمت. طب انا امبارح بعتلك برضو على الموبايل عادي جدا رساله، ما شفتهاش برضو؟ اشرف انا مش قادره اتكلم في اي حاجه، انا بمر بظروف زي الزفت. ممكن ناجل تجديد الرخصه وقت تاني؟ لا مش هينفع، هندفع الغرامه. ايه ده؟ على فكره انا ممكن ازعل جدا في حركه زي دي، بس انا قالوا لي الظروف ان انتوا فيها دلوقتي مضطر ما ازعلش. طب بقول لك ايه، انا هبقى اكلمك بالليل بس والنبي بردي. اشرف تعال. ايه ده؟ اقعدي بس الاول، اقعدي. مساكين. ايوه يعني في ايه ده؟ مش فاهمه. افتحي وشوفي. شكله في حق. نورهان شفت لك مفاجأة. هي رجعت مصر؟ اه من اسبوعين. هي خلفت؟ ادهم ونور. نور سمت بنتها نور. نفسي اكلمها، نفسي احضنها. انت عارفه انه مش هينفع. مش عارفة، مش عارفة أفرح عشان شايفة أختي قدام عينيا، ولا أحزن عشان مش قادرة أكلمها ومش قادرة أحضن ولادها. هيحصل إيه حازم لو كلمتها؟ عشان خاطري خليني أكلمها وأقابلها، حتى لو من بعيد، حتى لو مش هنتكلم أشوفها من بعيد، بس عشان خاطري يا حازم. للأسف رجعت أستراليا امبارح. رجعت؟ يعني انت كنت مستني انها ترجع عشان تقولي، عشان لما اطلب منك ان انا اقابلها يبقى خلاص ما ينفعش، صح؟ ليه بتقولي كده؟ كل اللي حصل ده كان صدفة. صدفة. يعني عمر ما اتصلش بيكي؟ طيب اصل هو المفروض كان يكلمني وتليفونه مقفول. اه طب ممكن حضرتك بس يا طنط لو كلمك او عرفتي توصلي له يكلمني ضروري؟ شكرا، مع السلامه. مش مستريحه على اللي بيحصل ده. عمر ده مجنون وانت عارفه كده كويس. بتدوري عليه ليه؟ انت عايزه تعيدي الموضوع من الاول؟ طبعا لا، وبعدين عمر خلاص صفحه واتقفلت بالنسبه لي. انا عايزه منه خدمه بس. والخدمة دي محدش يعرف يعملها غيره؟ لا محدش يعرف يعملها غيره. الخدمة دي ليها علاقة بيحيى؟ لا يا ماما، ليها علاقة ببابا. عمر عنده طرف خيط ممكن يوصلنا للي قتل بابا. وانت بقى المفتش كولومب راح تدوري عليها بنفسك؟ ما تبلغي البوليس وهم يتصرفوا معايا. مامي في حاجات كتير قوي انت ما تعرفيهاش ومش هينفع اقولك عليها. من فضلك بقى ما تقلقينيش، انا مش ناقصة قلق فوق قلقي. انت ازاي عايزاني ما اخافش عليك في وسط الرعب اللي احنا فيه ده؟ وانا ليا مين غيرك اخاف عليه وافكر فيه طول ما انا قاعده؟ يا مامي ما تخافيش، الله انا يحيى معايا. ما ده يقلقني زياد. هي المصايب اللي جت فوق راسنا دي من تحت راس مين؟ ما من تحت راس يحيى. حرام عليكي بقى، الله ما تظلميهوش، يحيى مش ناقص. ولا احنا كمان ناقصين. يا بنتي خافي على نفسك، خافي على نفسك بقى. مامي سيبيها على ربنا، اوكي؟ بكلم نفسي. انا بكلم نفسي. يعني انت لو جربتي حاجه انا هتطلع. لا ده انت ليكي حق تعملي اكتر من كده، تقفلي الباب وترزعيه في وشي كمان. وانا اعرف منين بس ان ايتن سابتك وان جالك استدعاء من النيابه؟ هعرف كل ده منين؟
بس اقول لك على حاجه بقى، الفيديو ده اصلا انا شايفه انه عادي جدا. مش بذمتك كده؟ ايوه طبعا. بس قولي لي في الاول، الفيديو ده كان فيه ايه؟ الفيديو يا اشرف اللي انا كنت مشيراه على الفيسبوك. لا ما انا ما شفتوش لان انا ما عنديش فيسبوك اصلا. ما عندكش ايه؟ فيسبوك؟ ازاي يا اشرف؟ ده الناس كلها بقى عندها فيسبوك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الناس كلها ايه؟ انا اعرف ناس كتير جدا ما عندهاش فيسبوك. مديري في الشغل، عم شحاته البواب، عمتي نوال ما عندهاش فيسبوك. عمتك ايه بس؟ وعم شحاته البواب ايه؟ حرام عليك. انا بتكلم عن ناس زيي وزيك، مش ناس عدوا السبعين سنه. انت عايش ازاي يا ابني؟ يا سلام، وانت يعني كنت عايشه ازاي قبل الفيسبوك؟ ردي. ها اقول لك، انا كنت بتخرجي تشوفي الناس وبتتقابلوا او على الاقل بتتكلموا في التليفون. دلوقتي بقى الناس كلها فاكره ان لو كتبت اي حاجه لاي حد على الفيسبوك يبقى احنا نعرف بعض وحبايب. لا يا غاده، احنا لازم نهتم شويه بالناس اللي بنحبهم وبيحبونا، نخرج معاهم ونتقابل ونتكلم معاهم وشنا في وش بعض. طبعا كلامي مش عاجبك كالعاده صح؟ فيها ايه الاستدعاء يا رب. يا حبيبتي مش نجلس بقى عشان نعدي على ماما؟ خليها بكره احسن. الو موضوع مهم. ماشي ماشي هعدي عليك. هعدي عليك على الساعه 3. مين دول بقى؟ دي اختي. صحيح دي شبهك على فكره. البنت الصغيره دي واخده عنيكي بجد. او النعمه. نعمه ايه يا ام نعمه؟ يلا بيت على المطبخ. يلا بتفرج على الصور. اتكل على الله. يلا ما تيجي تتفرج معايا يا بيش. في وراك ايه يا بت؟ يا بت اتجننتيني يا بت. اما ينزل اما ينزل. طيب يلا يا حبيبتي اخر كلام، مش هنروح لماما؟ معلش يا حازم خليها بكره عشان خاطري. تمام براحتك. فرجيني بقى. دي واخدة ضحكتك بقى. اها او ربنا. ايه الموضوع؟